ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على هرمون مهم جدا، هو هرمون الحليب او البرولاكتين، اللي بيلعب دور رئيسي في الخصوبة والاجهاض، واللي ليه كمان وظائف تانية في الجسم في ناس كتير مش عارفة عنها. بس قبل ما ابدأ الفيديو، يا ريت لو اول مرة تزورنا في القناة تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. هرمون الحليب او هرمون البرولاكتين، او ما يسمى باسم هرمون الحليب الطبيعي، هو الهرمون اللي بيتفرز من الفص الامامي من الغدة النخامية في الدماغ، عشان له وكمان بيتفرز من اماكن تانية زي مثلا في الرحم او البروستاتا وفي الانسجة الدهنية وبعض بعض الخلايا المناعية وفي الانسجة الجلدية. الهرمون ده ليه وظائف كتير. أولا له وظيفة رئيسية في إنتاج الحليب من ثدي الأم بعد الولادة، ولكن هو ليه وظائف تانية في الجسم في ناس كتير ما تعرفهاش، سواء في الذكر أو الأنثى. إن له دور رئيسي في الصحة الإنجابية في كل من الجنسين، وكمان ليه دور في الجهاز المناعي في عملية الأيض وفي تنظيم السوائل في الجسم. طبعا بيتم إفراز، أو المسؤول عن إفراز هذا الهرمون، ان الهرمونات ليه هرمونات تانية بتكون بتحفز الغدة النخامية للتحكم في افراز هذا الهرمون. ايه هما الهرمونين اللي بيأثروا على تحفيز البرولاكتين؟ اول حاجة هرمون الاستروجين اللي بيزيد من افراز البرولاكتين، وفي هرمون تاني اسم الدوبامين اللي بيعمل على ايقاف او تثبيط افراز البرولاكتين. وظيفة هرمون البرولاكتين عند النساء، اول حاجه ان هو ليه وظائف رئيسيه في نمو الثديين، كمان بيلعب دور رئيسي في مع هرمونات تانية زي هرمون النمو والاستروجين وهرمون الغده الدرقيه والبروجسترون عشان تكوين الغدد الثديه الصحيه عند المرء. كمان بيعمل على تحفيز انتاج الحليب، وطبعا اثناء فتره الحمل او عند اقتراب الولاده، وبعد الولادة بتنخفض نسبة الأستروجين والبروجسترون، ومن حينها بيبدأ البرولاكتين بإنتاج البروتينات واللاكتوز اللازمة لعملية إنتاج الحليب وقت الرضاعة. كمان هرمون البرولاكتين له دور رئيسي وفعال في تثبيت الحمل، فعلاقة هرمون الحليب والحمل يعمل على تحفيز ما يعرف باسم الجسم الأصفر، اللي بيقوم بدوره بإنتاج هرمون أو إنتاج البروجسترون اللي بيساعد على تثبيت الحمل. كمان له دور في تدعيم نمو وتطور الجنين، فما بتقتصرش علاقة هرمون البرولاكتين والحمل على تثبيت الحمل فقط، ولكن له دور رئيسي في تطور الجنين وكمان تطور الدماغ خلال مرحلة تطور الجنين. بالنسبة ده لهرمون البرولاكتين وتثبيت الحمل. طيب هل هرمون البرولاكتين ده موجود عند الرجال؟ أيوة موجود عند الرجال، وله وظائف عند الرجال، ولكن لو زادت نسبته عند الرجال بيكون في مشاكل مهمة جدا في الخصوبة. ما بيقتصرش الهرمون البرولاكتين عند النساء فقط، ولكن له دور عند الرجال. لما بينتج بكميات كبيرة بيكون ساعتها عند الذكور بيكون في إجهاد بدني، ولكن أحيانا بيكون معدلاته أعلى من المعدلات الطبيعية، ودي طبعا بتأثر لنا على الصحة الإنجابية عند الرجال. وكمان إن هو لما بيرتفع ممكن يؤدي إلى التأثير على السائل المنوي وكمان على نمو الثديين عند الرجال. طيب هل ليهم وظيفة للبرولاكتين عند الجنسين غير الصحة الإنجابية؟ أيوة بيعمل على تعزيز الجهاز المناعي والمساعدة في محاربة الإجهاد البدني، وكمان المساهمة في تنظيم المواد والمواد الزائبة عبر أغشية الخلايا بالنسبة لكلا من الجنسين، كمان مساعدة في حماية الدماغ والذاكرة، وبيعمل هرمون البرولاكتين كفاتح للشهية. طيب هل هناك علاقة بين هرمون البرولاكتين والسمنة؟ مفيش أي علاقة بين هرمون البرولاكتين والسمنة. طب هي النسب الطبيعية للبرولاكتين؟ قبل ما نقول النسب الطبيعية، أول حاجة دي نتيجة التحليل اللي معانا 7.8، النتيجة الطبيعية بتكون لغاية 26، فالنتيجة دي تعتبر نتيجة طبيعية.
طيب عايزين نعرف ايه هي النتيجة الطبيعية للنساء الغير حوامل بتكون اقل من 25. طيب بالنسبة للنساء الحوامل ممكن تكون بين 34 ل 300 لو هي عندها هتولد او هترضع. نسبة هرمون الحليب الطبيعية بالنسبة للرجال بتكون لابد ان تكون اقل من 15 نانو جرام بر ملي لتر. طيب ايه هي اسباب اختلال نسبة هرمون البرولاكتين؟ اول سبب بيكون وجود ورم حميد في الغدة النخامية، وده بيخلي انتاج وان هو بتفرز بكمية كبيرة من البرولاكتين وبيعمل ورم برولاكتيني. كمان اصابة الثدييين او تهيج بشرة الثدي نتيجة الجرح او ارتداء حمالة الصدر الضيقة. كمان بعض الادوية المستخدمة في علاج الاكتئاب او فقدان الشهية او تلف الكبد او امراض الكلى، او احيانا كمان تكيس المبايض بيكون فيه طبعا من اسباب اختلال هرمون البرولاكتين، ده احد الاسباب. طيب ايه انسب وقت اخد منه العينة؟ بيكون في الصباح او بعد الصحيان من ساعة لاتنين. طيب لما بيكون في ارتفاع لهرمون الحليب عند البنات بيكون طبعا بيؤدي الى تكيس المبايض او بيكون نتيجة لتكيس المبايض. طب انخفاض هرمون البرولاكتين، بينخفض هرمون البرولاكتين ايضا عند مجموعة من الافراد المصابين بخمول الغدة النخامية. طب ما هي اعراض هرمون البرولاكتين المرتفع عند النساء؟ ضعف البصر، نوبات فجائية من الصداع، تأخر الدورة الشهرية، خروج إفرازات اللبن عند العذباء، ظهور حب شباب، كمان جفاف في المهبل وزيادة ظهور الشعر في الوجه والجسم. طب بالنسبة للرجال بيقول برضو عدم انتظام الشعر الوجه والجسم، مشاكل في الخصوبة وفقدان الرغبة الجنسية وألم في الثدي وظهور إفرازات حليبية منه وضعف القدرة على الانتصاب وضعف الرؤية. طيب هل ارتفاع هرمون الحليب خطير؟ على حسب طبعا، هل هناك بيبقى ارتفاعه بيكون سبب ارتفاعه هو وجود ورم في الغدة النخامية، فدايما بيعاني المريض من الصداع وتغيرات في الرؤية مما يؤدي إلى نهاية في فقدان البصر. طيب ايه هي نسبة هرمون الحليب الطبيعية لحدوث الحمل؟ بيقول ان هي لابد ان هي تكون اقل من 25 ملي ليتر لكل النساء الغير حوامل وغير المرضعات. اي اختلال في هرمون البرولاكتين بيكون طبعا نتيجة لبعض تناول ادوية ممكن تأثر لنا على هذا الاختلال، او مشاكل ممكن الطبيب يقدر يشخصها بهذا الهرمون او مجموعة من الهرمونات المساعدة الأخرى. ما تنسوش تعملوا لنا لايك في نهاية الفيديو وتشيروه عشان ناس تانية تستفيد. شكرا.